تنفيذا لتوجيهات محافظ صلاح الدين، واصلت شركة المنفذة لمشروع مجاري القادسية الشمالي تكريت أعمالها، والتي شملت الشوارع الرئيسية وحسب المواصفات الفنية والهندسية الدقيقة وبما يحسن الواقع الخدمي في المنطقة. حسب توجيهات السيد محافظ صلاح الدين، استأنفت الشركة العاملة في مشروع مجاري القادسية العمل، والعمل كان على الشوارع الرئيسية، شارع المستشفى وشارع الجراج، شارع البلاج وشارع أبو عقرب، إضافة إلى الشارع الحولي اللي هذا ظاهر خلفنا اللي اتجهنا نحو حي الجامعة. وإن شاء الله خلال أسبوعين أو ثلاثة نسلم شارع المستشفى للجهات البلدية حتى تكمل تأثيث الشارع ويستمر العمل، وهاي نسلمها تباعا هاي الشوارع الاخرى. كان سابقا العمل بآلية الصب الموقعي للمنهولات، اما الان فجهزنا المنهولات المسبقة الصب. الشركة جهزت مصنع لهاي المنهولات موجود هنا متواجد بالقادسية. هاي راح يكون العمل سريع اسرع، لان مباشرة تنصب تربط الانبوب على المنهولة وتدفي الماء، يظل العمل مفتوح. كل شارع يكمل نسلمه البلدية يبلطوه. بعدها يتجهون عاد ورا ما نخلص هاي الشوارع يتجهون نحو زون سي بالقادسية اللي هو اكبر قطاع بالقادسية. خلال شهر ان شاء الله نكمله، لانه هو كملان من عنده 85%. بشرة خير ان شاء الله، والحمد لله والشكر انه بداوا يبلطون بداوا يسوون المجاري، ونطمح وراها التبليط، لان اندمرنا صراحة من الطين والتراب والطسات وكلها. واحنا هاي احنا هذا الشارع على نفقتنا الخاصة بالقليل بالخمس مرات احنا مسوي انطالب بالتبليط، يقولون مجاري مجاري. هسه ان شاء الله المجاري نحل سالفتها، وان شاء الله الجماعه ما مقصرين، والحمد لله والشكر فضل من الله. الشغل سريع ومرتب وحلو، والحمد لله والشكر فضل من الله. وان شاء الله الخطوه الثانيه على التبليط، وان شاء الله خير، ان شاء الله خير. نستبشر خير، لان شوارع القادسيه كلها تعرفها طستات ونقار، فما يقدر لا يبلط بدون مجاري ولا يقدر كل شيء يسوي بدون مجاري. فنقول ان شاء الله بلشي ورا ما تكمل المجاري تصير شوارع القادسية زينة.